التاسعة ليلا، تنطلق فرقة مصلحة المساعدة الاجتماعية للاستعجالية المتنقلة كعادتها يوميا عبر شوارع مدينة وهران بحثا عن الأشخاص دون مأوى للتكفل بهم. فالوضع الراهن فرض على المصلحة وضع استراتيجية جديدة للإيواء والتكفل بهذه الفئة لتجنب أي احتمال إصابتهم بالوباء. مع هذه الحالات اللي يتكفل بها طبقت إجراءات وقائية من جهة، وطبقت استراتيجية أخرى تمثل في تحسيس وتوعية، تم تحسيس هذه الأشخاص بالمأوى، تحسيسهم بخطورة هذا الوباء، كيفاش ينتقل، كيفاش تنتقل العدوى. في السابق كنا نتكفلوا بالحالات مدة 72 ساعة في المؤسسة، ومن ثم ندير لهم الإدماج يا إما مؤسساتي أو مهني أو إدماج عائلي. في الفترة الاستثنائية لجأنا إلى استراتيجية أخرى، وهي الاستفادة تاعهم من حجر صحي مدته 14 يوم بعد التأكد من هذه الحالات باللي ماشي مصابة بفيروس كورونا وما ظهرت عليهم أعراض. يتم الانتقاء تاعهم، إما ننقلهم الولاية تاعهم باتصال بمديرية النشاط الاجتماعي الولاية تاعهم الأصلية وتفعيل دور الوساطة العائلية وإدماجهم عائليا، إما بنقلهم إلى مؤسسات أخرى متخصصة على غرار مؤسسات دار الرحمة ودار العجازة. تضم مصلحة المساعدة الاجتماعية أخصائيين نفسانيين واجتماعيين لتحسيس هؤلاء الأشخاص بخطورة الوباء ومساعدتهم على إعادة الإدماج في الوسط العائلي. الشارع ما يحتاضنش، احنا المصلحة رانا نقوموا بالدور تاعنا، وذلك من خلال تقديم فحص نفسي، إلحاق الأشخاص بدون مأوى بالمصلحة وتقديم لهم فحص نفسي اجتماعي تربوي، ونقوم أيضا بالتنسيق مع المساعدين الاجتماعيين لذات المصلحة بتحقيقات اجتماعية، وهذا لغرض إعادة إدماج الشخص بدون مأوى بالوسط العائلي. واستقبلت هذه المصلحة أكثر من 200 شخص دون مأوى منذ بداية انتشار الوباء، ولم تسجل أي حالة إصابة بين هؤلاء الأشخاص.